في الخبر الفني، تتواصل في مدينة الصويرة فعالية الدورة 16 لمهرجان الأندلسيات الأطلسية، ذلك بمشاركة ثلة من الفنانين المغاربة والأجانب. للمزيد حول هذا المهرجان يسعدنا أن نستضيف من الصويرة الموسيقار عمر لمتيبي. سيد لمتيبي مساء الخير، مرحبا بك معنا في ميديان تي في. ماذا يضيف مهرجان الأندلسيات الأطلسية بمدينة الصويرة في مجال العناية بالفن الأندلسي؟ أشكركم على الاستضافة، وأقول من الصويرة أنني جد فخور للمشاركة لأول نوبة في هذا المهرجان البديع في هذه المدينة المضيافة، وعلى رأسها رجل له غيرة كبيرة على هذا الفن وعلى هذه الموسيقى، اللي هو الأستاذ أندريا زولاي رئيس جمعية الصويرة موغادور. ونأتي بالجديد للصويرة، وهو مثابة عود، العود الذي عنده عدة أسماء، ومن الأسماء اللامعة لهاته الآلة التي استرجعنا استعمالها هو العود الصويري، لأننا نجد في أوائل القرن الماضي عدة صناع يهود ومسلمين لهاته الآلة، والذي اندثر العمل بها في المغرب. ولأول نوبة يعني بعد سنين، بعد عقود طويلة، نرجع بهذه الآلة لهذه المدينة التي كانت تستخر بالعود الصويري، والتي كان الطرب دائما حاضر في هذه المدينة الجميلة. نعم، إضافة إلى هذا الإحياء الجميل لعود الصويري، العود الصويري، ماذا حملت شخصيا سيد المتيوي لجمهور مهرجان الصويرة وأنت مشارك هذه السنة؟ هذه السنة لنا مشاركة يعني مع الفرقة روافد الموسيقية التي أتشرف برئاستها، ولنا يعني فيزيون مع الفرقة الإسبانية للرقص فلامينكو، وهي فرقة ليونور الريال، وستكون يعني لوحة جميلة ما بين الفن الأندلسي العريق وما بين فن الفلامينكو. ويحضر معنا رئيس عصبة الأندلس السيد خوانما مورينو، وهو شرف كبير للمغرب. نعم، أن تكون هذه العلاقة وهذا الممر وهذه القنطرة ما بين الثقافات الثلاث التي يعني الثقافة اليهودية والمسيحية والإسلامية. شكرا. الموسيقار السيد عمر لمتيوي، كنت معنا من الصويرة، أشكرك جزيل الشكر.